اهلا نهضه البركان مبروك نهضه بركان من جديد في نهائي الكونفدراليه وهذه المره يلتقي مع اورلاندو بايرتس في مباراه تقام يوم 20 مايو الجاري بعد اربع ايام يعني المباراه النهائيه ان شاء الله في نيجيريا طبقا لما اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم سريعا جدا في الزمالك بكره داخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهه طلائع الجيش يوم الثلاثاء يغيب عن هذه المواجهه للمباراه الثانيه على التوالي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق بسبب استمرار المعاناه من اصابه في العضله الخلفيه في الوقت اللي محمد عبد الغني اجتمع مع مسؤولي الزمالك على مستوى الفريق الجهاز الفني وطلب منهم ان انا هلعب امتى انا مش معترض على قراراتكم وملتزم باللي انتوا بتقولوه لكن انا شايف ان انا بتمرن كويس وشايف ان انا استحق فرصه فده كان نقاش لمحمد عبد الغني مع فريق او مع الجهاز الفني لفريقه للمطالبه باللعب والجهاز المعاون لمستر فيريرا رد عليه بان انت مركز زي ما انت وما تنشغلش الا بالتدريبات ونعدك بانك هتكون ليك دور في المرحله المقبله تبدو المشكله الابرز للزمالك حاليا هي انتهاء الموسم يوم 30 يونيو طبقا لسيستم الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن هو في الواقع ان الدوري مش هيخلص قبل نهاية اغسطس. وبالتالي اللاعبين اللي عقودهم بتنتهي بنهاية هذا الموسم طبقا للتعاقدات زي اوناجم، زي اشرف بن شرقي، زي طارق حامد، بل زي تفعيل الشرط الجزائي لاحمد سيد زيزو اذا اراد. كله 30 يونيو فالزمالك هيبقى في ازمة انه اللاعيبة دي ممكن لو انتقلت لاندية تانية تسيبنا يوم 30 ستة فاحنا هنتعامل ازاي ساعتها هنكمل الدوري شهرين في موقف شبيه بقصه فرجاني ساسي الزمالك من خلال الاستاذ مرتضى منصور تواصل مع مسؤولي اتحاد الكره خاطبهم يعني وقال لهم انه لا غيروا لي الوضع ده وانا و... وتواصلوا مع الاتحاد الدولي لكره القدم عشان تضمنوا حقي عشان ما اتضررش والمسؤوليه هي مسؤوليتكم انتوا مش مسؤوليتي انا لانه الاتحاد المصري هو اللي غير نهايه الدوري فقال انه أنا مش مش هبقى موافق على إن أفقد لاعبين قد قد لا أجدد ليهم. في الوقت اللي تقارير اتكلمت على إن الزمالك بيفكر إنه يمد لكل اللعيبة دي ست شهور. رئيس الزمالك نفى في تصريح خاص لبرنامج الماتش إنه بيفكر في ده، قال ده هيبقى اسمه إن أنا بيتلوي دراعي فأنا مش هجدد للاعب لمدة ستة أشهر قد يبقى كي يبقى معي. أنا كل اللي هعمله إن أنا بخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم إن هو اللي يحل الأزمة دي مش ان انا اجدد لحد انا مش عايز اجدد له لمجرد ان هو يكمل معايا ما تبقى من الموسم. طيب امبارح قلت لكم ان بيترو سبورت مش هينفع يستضيف مباريات الزمالك رغم ان النادي نفس الاستاد نفسه موافق لكن الامن هو اللي رافض ان يحتضن بيترو سبورت لقاءات للاهلي وللزمالك. الزمالك تواصل مع مسؤولي